السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هوريك معادلة اسمها سويتش. سويتش دي بتعمل ايه؟ بتجيب نتائج عاملة ازاي؟ خليك معايا. بص، احنا عندنا الداتا بتاعتنا اسمها اوردرز، فيها سيتي وفيها كونتري وفيها تفاصيل كتير قوي قوي قوي. طب انا عايز اشتغل عليها، اشتغل على معادلة سويتش. السويتش بتشتغل على الكالكوليتد كولوم، كالكوليتد كولوم اللي هو العمود المحسوب. فهنخش على التيبل فيو وهنيجي هنا كده، دي كده هنشتغل سويتش، بتشتغل هنا كده، ما بتشتغلش بره، بتشتغل هنا. هنقول له ايه؟ بص بقى، هنقول له انا يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا كنت بعملها يعني ان انا اقول له ايه، انا عايز اعمل ديسكاونت على حسب المنطقه. فبقول له ايه، لو شفت المنطقه دي اسمها سنترال خليها مثلا ديسكاونت 10%، لو شفت المنطقه دي اسمها ويست خليها 20%، لو شفت المنطقه دي اسمها ايست خليها 30%، طب اي حاجة تانية خليها 15%. يلا بينا، تعال هنعمل نيو كولوم. وبس بيحمل بس كده لحظة، فتح الكولوم وهنكتب هنا discount، كلمة يبقى العمود اسمه discount. وهنيجي هنا هنقول له كلمة switch. switch اهي سويتش اكسبريشن بتاعك اللي احنا ايه، انت عايز تعدل في ايه بالظبط؟ اقول له انا عايز اعدل في الريجن، هنعمل كده ريجن اهو، هنقول له انا عايز اعدل في الريجن عشان يبقى هو عارف هيسويتش فين. تعال بقى نروح ناحيه الريجن كده شويه، نشدها كده شويه عشان نبقى شايفين الريجن. لو دي اسمها سنترال اهو، لو بقول له لو دي اسمها سنترال ادي ده 10 0.1 دي يبقى كده 10%. لو لقيت دي اسمها ويست، بصوا الفاليو والريزلت، يعني انا قلت له السنترال ده الفاليو وبعد كده الريزلت اديله 10%. طب بعد كده الويست دي اللي هي الفاليو او القيمه، وادوس كوما هيقول لي ايه الريزلت بتاعها ايه، اقول له اديها 20% يبقى 0.2 يبقى كده دي 20%. بعد كده ادوس كوما تاني واقول له ايه، لو بقت ايست، لو دي بقت ايست خليها لي 30% يبقى 0.30، تمام. وبعد كده ادوس كوما، غير كده يعني غير كده اقول له اديها لي 15% بوينت 0.15%. نقفل كده الكوس وندوس انتر وبس بيحمل، عمل الديسكاونت. بص بيقول لك ايه بقى، ركز كده بقى في الديسكاونت، ال 10% دي ايه؟ ال 10% اهي في السنترال، احنا قلنا السنترال يبقى 10% والويست تبقى 20% اهي، الويست 20% اهي، الويست بقت 20% اللي هي مكتوبه في 20% رقم 2 اهي، والايست 30% 30% اللي هي ايه؟ اللي هي الايست اهي، واي حاجه ثانيه 15% 15% زي اي حاجه ثانيه اللي هو الساوث ده، الساوث ده اهو، تعالى كده نمشي كده كده بالراحه اهو اهو 15%. فكده معادله سويتش جابت لك الحل، ان انت بتقول له لو لقيت ده اعمل كذا، لو لقيت كذا اعمل كذا، لو لقيت كذا اعمل كذا. ده بيفكرنا في ايه في الاكسل؟ بيفكرنا معادله اسمها افس، اي اف اس، هي سويتش، هي اي اف اس او افس في الاكسل بس كده. فده معادله سويتش النهارده، فدي من يعني من اسهل الطرق اللي انا اعرف اقدمها لكم في معادله سويتش بس. فشكرا جدا لكم يا جماعه، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير وتشتركوا معايا في القناه، وشكرا جدا لكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.